واحد السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا دائما لاباس ان شاء الله وبخير وبصحه جيده. سالو لي في، جيسبر كو فو زالي بيان، كو فو سوايي ان فورم يا بون سانتي ان شاء الله. البنات اليوم نهار زوين، نهار جديد وفيديو جديد. اليوم بغيت نبارطاجي معكم الغديوه ديالي ونبارطاجي معكم. غادي نطلع الفوق وعاود نكمل ندير الغدا ديالي نكملو، ومن بعد نطلع نقي البيت ديالي الفوق، وتابعوا معايا نبارطاجي معكم هاد البيتيت روتي. ايوا الغزالات ديالي، غادي ندير لي بات بالدجاج. انا كتعجبني لي بات اون بليس خفيفه في الساعه توجديها وكيبغيوها الاطفال. المهم غادي ندير لي بات بحال هادي، غادي ندير لي بات. وعندي هنايا شويه ديال الدجاج كان راه مكونجلي، قطعتو مرصويات صغار. وعندي هنايا مغرف كبيره ديال الزبده، عندي هنايا بصله شلطتها، وعندي الفرماج، وعندي هذيك لاصوص اللي صايبناها تاع الطوماط، وعندي هنايا عندي التحميره، وعندي واحد ايزي بيس ديال الدجاج. ايوا وغادي نحتاج شويه ديال الملح، وتابعوا معنا البنات على بركه الله. المهم الغزالات ديالي، غادي شديت مقله كبيره هكذا، غادي ندير فيها الزبده باش ندير البصله ديالي تشحر، نخلي تذوب بالزبده ونكب عليها البصله ان شاء الله. البنات تذوب مزيان، خليها كي تذوب مزيان ندير عليها البصله ان شاء الله. البنات البصله ديالنا هنا، الزبده ديالنا هنايا ذابت، غادي نزيد عليها البصله. وغادي نزيد عليها الصدر ديال الدجاج حيت راه مكونجلي، غادي نديرو هنايا باش يذوب لي. وغادي نغطي عليه ايوا نخليوه يطيب. المهم البنات شديت هنا مرميطه كبيره، درت فيها الماء باش نطيبوا لي بات ديالنا، وغادي ندير عليها شويه ديال الزيت. ايوا نخليو حتى تتبخلنا تبخلنا الماء ديالنا، ونرمي فيه لي بات، وغادي ندير فيه واحد الكنور ديال لي بات ان شاء الله. هنا البصله ديالنا والدجاج هو عادي، مازال ما ندير له العطور، ندير له لاصوص طوماط، نخليه حتى البصله ديالنا تذوب شويه وعاد ندير لها. المهم البنات الدجاج ديالنا ها هو، هذه شويه درت غير شويه دجاج باش يعطينا لوكو ديال الدجاج وصافي. دابا غادي نزيد عليه واحد العطور عندي ديال الدجاج، عطريه ندير شويه. غادي ندير شويه ديال الملح، وغادي ندير التحميره. ونخليوها تطيب مزيان، غادي نزيد شويه ديال الملح في الماء ديال لي بات، غادي نبلع على هادي حتى هادي يجي يطيب الدجاج مزيان، وعاد ندير له لاصوص طوماط ديك اللي صايبناها وريتها معكم اللي بارطاجيناها. ودابا غادي ندير في الماء ديالي، غادي نرمي فيه واحد الكنوره ديال لي بات كتعطي واحد المذاق زوين. غادي ندير فيها واحد الكنور ونخليها تذوب على خاطرها. ايوا نخليو هذا الدجاج ديالنا والبصله يطيب مزيان، وندير عليه لاصوص طوماط ان شاء الله. البنات الدجاج ديالنا والبصله هنايا هو طاب مزيان، غادي نكب عليه هذيك لاصوص طوماط ديالنا. هاد لاصوص ديال الدار كتجي زوينه، من ما وريتكم كي ديروا تصايبوها، انا كنديرها غير. غادي ندير غير واحد المغيرفه ديال الكريم فريش قشده الطاريه كتجي زوينه في حتى هي في لي با.
البنات كما قلت لكم غادي ندير واحد المغرف كبيره ديال لا كريم فريش كتعطي واحد لو كو زوين. فوالا غادي ندير غير مغرف كبيره صافي. مع ديجا راني دايره لاصوص طوماط غير باش حتى هي تعطينا مذاق زوين. المهم لي بات مازال ما لوحتها في الماء، غادي كي نشوف الماء طبخ غادي نلوح فيها، نلوح فيه ان شاء الله لي بات ديالنا، وغادي نخليو الغديوه ديالنا طيب على خاطرها. البنات الماء ديالنا ديال لي بات هنايا هو طبخ، غادي ندير عليه لي بات ديالنا. عندي هنايا هاد لي بات دايره بحال هكذا كتجي زوينه هاد. فوالا غادي نخليها طيب مزيان. المهم الدجاج ديالنا وديك لاصوص راه طابت، راني طفيت عليها، نخلي لي بات ديالنا طيب ان شاء الله. بنات لي بات ديالي هي طابت صفيتها، ودابا غادي ندير عليها الدجاج ديالنا. كتجي واعره البنات خفيفه. ايوا انا بغيت نبارطاجي معاكم حاجه بسيطه ولكن. وغادي نتغدى البنات ان شاء الله، وغادي نغسل المعينات ونطلع الفوق نقي البيت، وراكم معايا البنات ان شاء الله نتغداو بعدا نديرو شويه ديال لافورس واتاكيو الميلاج ان شاء الله. البنات ها هي كتجي واعره. وغادي نزيد شويه ديال الفرماج، فرماج من الفوق. ايوا بصحتكم، ايوا تابعوا معايا نتغدى نكمل الغديوه ديالي ان شاء الله ونطلع الفوق عاود باش ننقي. المهم البنات بعد ما تغديت دابا غادي نغسل المعينات ديالي ان شاء الله نكملوهم، نغسلو المعينات ومن بعد نضربو لها غير واحد الشفيفه خفيفه ونطلع الفوق ان شاء الله باش نجمع البيت. ايوا راكم تشوفوا معايا البنات، قبلوا علينا ما تنساوش تدعمونا بلي لايك، ولا ما كنتوش مابوني وتابونا القناه ديالنا ان شاء الله تكبر ونجيب لكم فيديوهات جداد ان شاء الله. المهم انا غادي نكمل هاد المعينات كما راكم تشوفوا ونوريكم نوريكم اللي غادي نطلع فوق ان شاء الله نجمع غير البيت ديالي. انا نقيه غير غادي نبدل لي زار ديال الناموسيه راكم عارفين. ايوا تابعوا معنا ان شاء الله البنات. المهم البنات دابا غادي كيما قلت لكم غادي نبدل، نخلي داك الكتان ديال حقاش هذاك الكتان دايرته باش نبروتيجي الماطله، وهذا غادي ندير الغطا ديالو من الفوق. هاد البنات هاد شريتو رخيص من اكسيون ماشي غالي وزوين بارد صيفي. وغادي نفرش الناموس البنات. الغطا اللي وريتكم كيجي بحال هكذا، خدتو من اكسيون ماشي غالي رخيص، ومع عنده معاه الوسيدات ديالو كيجي فن وبارد صيفي. وفوالا ودابا غادي ندير شي تشفيفه ونخليكم البنات. البنات اللي عجبكم فيديو بحال هكذا خليو لي التعاليق ديالكم في لي كومونتير باش ندير لكم فيديوهات بحال هكذا. ولا ما كنتوش مابوني كما قلت لكم تابونا ودعمونا بلي لايك وبارطاجيو البنات، وان شاء الله الى فيديو مقبل البنات. السلام عليكم.